الاطار ديال الموضوع ديال الحراك ديال الشرطه كيتضح اننا منذ 2012 وحنا ندعو الى تحقيق العداله الاجتماعيه عن طريق تلبيه المطالب الاجتماعيه ديال المجتمع والشعب المغربي. وفعلا مؤخرا اعلن سيدنا على ضروره اعاده النظر مفهوم التنميه وخلق واحد المشروع جديد كيلبي المطالب الاجتماعيه للمجتمع والشعب المغربي وعن طريق تفعيل الجهاز لتاخذ بمنظور جديد، منظور ياخذ العداله الاجتماعيه في اطار خلق تنميه جديده بمشروع جديد. هذا الحراك اللي الان كيكون في جرادة كيتاكد لان المطالب الاجتماعيه مطالب اساسيه لا تعاني منها جرادة فقط، ولكن هناك مجموعه من المدن فيها مطالب اجتماعيه لواحد العدد من الطبقات اللي هي دون لا توفر حتى على الحد الادنى من الاجر، فلا بد من تحقيق الشغل والسكن والتعليم. هذه مطالب كنا كنادي بها، وكان الحزب ديالنا واخدها كشعار وكايديولوجيا ينبغي تبنيها في اي سياسه او اي برمجه كاين خصنا نخوضوها او تخوضها الحكومه. وحنا حزب الاتحاد المغربي للديمقراطيه حزب ينبني على تمغربيه، اي ان المغاربه كلهم خصهم تكون عندهم السكن والصحه والتعليم والشغل. الحزب ديالنا مشى ابعد من ذلك، حنا نستعدي التزاماتنا داخل الحزب بالاطر وبالهياكل وبالمؤسسات ديال الحزب اننا نوفر للمغاربه ككل السكن بثمن لا يتجاوز 11-13 مليون سنتيم، واحد المساحه ديال اكثر من 60 متر. ولكن هذا كيطلب منا واحد التقدم بالجهه، وتكون عندنا جهات متقدمه وجهات كما اتى بها دستور 2011 باش نخرجوا من هذا الحراك اللي تتعرفوا عدد من المدن خاصه جراده. وجراده حنا كنعرفوها فيها واحد الفئه ديال العمال، وكنعرفوا الفئه ديال العمال والثورات اللي حققته في واحد العدد من الدول وعدد من التجارب التاريخيه، ان الفئه العماليه فئه ضاربه وفئه واعيه، وانه لا بد من تحقيق المطالب الاجتماعيه ديالها باش نخرجوا من هذه البوتقه ونخرجوا من هذه الازمه. لان الازمه جراده ازمه مفتعله، لو ان الحكومه خدمات باطروحه جديده بالمفهوم اللي كيدعي ليه سيدنا لخرجنا من هذه الازمه وحلينا هذا الحراك وكنا في مهب المخططات اللي كيجي بها دستور 2011 واللي كنسعوا الى تحقيقها.